وكنت وقتها يعني في ضيافه السجون السوريه لماذا يعني هؤلاء الناس يستقبلون اشخاص غير مرغوب فيهم في هذه البلاد؟ من الاساس يرفضوا وانتهى حجاب ولكن عندما تهيني المراه المسلمه الناشط الحقوقي والمحلل السياسي طرفه بغجاتي ضيف في برنامج سيد الموقف تشاهدون الاثنين في تمام الساعه السادسه مساء بتوقيت فيينا على قناة 29 أكتوبر